ومن أفراح الفوز لأحزان الخسارة. دموع اللاعبين بتخرج بعد الخسارة وضياع حلم التأهل للنهائي، لكنها بتترجم طموح كبير كان موجود جوا كل واحد فيهم، طموح بيأكد ثقتهم في موهبتهم وجدية كبيرة في التعامل مع البطولة وإحساس بأنهم الأفضل، طموح تحتاجه الملاعب المصرية. خلاص هو ماتش اتلعب وخلاص، مش انت عملت اللي عليك؟ مش انت عملت اللي عليك؟ بس خلاص كان نفسنا نلعب بالنهائي، كان نفسنا ناخد الكاس، بس انا مش زعلان منكم، كلكم اديتوا بشكل كبير لما كنا مغلوبين، كان في رجاله، كان في روح، وصلنا كتير جدا، ضيعنا فرص، الكوره مش عايزه تخش، الكوره مش عايزه تخش، محدش يزعل، كل عمل اللي عليه، بس احنا ايه، احنا قلنا في بدايه المباراه كان نفسنا نحافظ على احنا معانا ايه، معانا نقطه، انتوا لعيبه كويسه جدا، عندكم مستقبل ان شاء الله باذن الله تبقوا في احسن انديه، انا شايف كده فيكم لعيبه كويسه جدا ان شاء الله باذن الله، عندنا ماتش لسه نلعب الثالث والرابع، لسه تلعب تاني خلاص، ما كره لسه ما خلصتش، زي ما كنت عم ستار قال لي يمكن متاخر شويه بس عملت اللي عليكم، رحتوا وضيعتوا وحاولتوا، بس هي دي الكوره، يوم ليك ويوم عليك، بس ما تدلدلوش بقى، محدش يزعل ومحدش يعيط، لسه مشوار طويل ولسه الرحلة طويلة قوي، انتوا لازم تبقوا فخورين والله بنفسكم ان انتوا وصلتوا للمرحلة دي اول حاجة. النهاردة والله العظيم ده احلى ماتش شفته في كابيتانو من ساعة ما بدأنا، من ساعة الموسم الاولاني. الشوط الثاني ده هو احلى شوط انا شفته. ماشي، برافو يا رجالة بجد والله العظيم. احسن. الحمد لله معلش. دلوقتي عمر دي الشارة بتاعت كلير. طبعا في اتنين لعيبة، واحد معاه الشارة من الماتش اللي فات، اللي معاه الشارة من الماتش اللي فات ومعاه الشارة من الماتش اللي قبله. عبد الله واشرف. احمد اشرف انتوا معاكم الشاره من قبل كده فتعالوا. الفريق هينضم منه ثلاث لاعبين لفريق كابتن ساره حسنين. اللاعب الاول هو الفائز بشار كلير في مباراه دور الثمانيه، عبد الله اسلام. واللاعب الثاني هو احمد اشرف بليا، الفائز بشار كلير في مباراه الذهاب للمربع الذهبي. فاضل لاعب بقى انت عمر اللي هتختاره. اللعيبه الفرقه بتاعتك. الموضوع طبعا صعب، يعني كلكم لعيبه كويسه والله، والنهارده كنتوا على قدر المسؤوليه بصراحه وعملتوا اللي عليكم وزياده والله، فالاختيار هيبقى صعب بصراحه، يعني انا مش عايز حد يزعل مني والله، بس الاختيار هيبقى صعب جدا، فهدي الشاره محمد حسن. كابتن عمر جابر قرر منح شارة كلير للاعب محمد حسن. انا اكيد زعلان عشان زمايلي اللي خرجوا، واحنا عملنا ماتش كبير بس مفيش نصيب، بس الحمد لله كابتن عمر جابر اداني شارة كلير عشان ابقى موجود في الفاينل مع فريق كابتن صار. محمد حسن برضو فريق كابتن ستار صبري، لعيب في نص الملعب، لعيب تقيل على كورته، لعيب كبير، يعني ان شاء الله يبقى ليه مستقبل كبير، وعمل ماتش كويس. وبكده الثلاث لاعبين محمد حسن، احمد اشرف بليا، عبد الله اسلام هينضموا لفريق ثابت البطل ضمن قائمه الفريق في مباراه النهائي. خساره على ارضه اعلنت نهايه حلم فريق مدحت فقوسة في المنافسات على لقب كابيتانو مصر، لكن اكيد اللاعبين ومدربهم كابتن عبد الستار صبري مش هيتنازلوا عن تحقيق الفوز في لقاء تحديد المركز الثالث، ورغم الحزن الكبير لكن لسه الرحله مكمله في كابيتانو مصر.